السلام عليكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى أخبار حضرموت لهذا اليوم، والبداية مع العناوين. اجتماع بسيئون لمناقشة الإجراءات الكفيلة بإنهاء مشاكل الأراضي وإزالة المباني العشوائية. الاحتفاء بتخريج الدفعة الأولى من طلاب شبوة من كلية الطب جامعة حضرموت. بحث سير عملية الدراسة بمدارس مديرية أرياف المكلا وتسهيل مواصلة التعليم الثانوي. التوقيع على اتفاقيتين لدعم مستشفى الهجرين وتدريب معلمات التوحد بتمويل من مؤسسة العون للتنمية. هلال القي البطل لدور شهداء قوات النخبة الحضرمية لكرة الطائرة وفريق الأقزام وصيفا. من الإيجاز إلى تفاصيل، أهلا بكم. ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري في اجتماع عقد بسيئون الإجراءات الكفيلة بوضع حد لمشكلتي الأراضي والعقارات والمباني والإضافات العشوائية في مديرية سيئون، والتي تسببت في نشوب عدد كبير من الخلافات والصراعات المجتمعية ووصلت حد إراقة الدماء. وفي الاجتماع الذي عقد بمبنى المجلس المحلي بمديرية سيئون، أكد وكيل المحافظة عصام الكثيري أكد على أهمية وضع آليات كاملة وكفيلة بإنهاء مشاكل الأراضي بمديريات وادي حضرموت، والتي أضحت تشكل خطرا مجتمعيا في نشوب الصراعات وإراقة الدماء، مشيرا إلى أن الفترة الماضية والتي شهدت فراقا أمنيا بسبب الأوضاع العامة في البلاد، قام بعض إضعاف النفوس بتزوير وثائق واستمارات وتزوير مستندات قانونية أدت إلى امتلاك أكثر من شخص لوثيقة أو استمارة في موقع واحد. الكثير شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الأشخاص المثبت عليهم تزويرهم للوثائق والاستمارات وسرعة محاكمتهم لينالوا جزاءهم الرادع. وأكد وكيل الوادي استمرار قيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت في عملية إزالة المباني العشوائية والتي تم بناؤها دون أي مسوق قانوني، مشكلة عائقا في الشوارع والمساحات العامة ومجاري السيول ومصالح الدولة والمواطنين، وأحدثت تشوها لجمال مدينة سيئون عاصمة الوادي والصحراء. حضر الاجتماع اللواء الركن صالح طيمس قائد المنطقة العسكرية الأولى، والعميد سعيد علي العامري مدير عام الأمن بوادي حضرموت، والمهندس عمر عبيد بعارمة مدير عام مديرية سيئون، والقاضي علي صابر وكيل نيابة استئناف وادي حضرموت، ومدير الجهات ذات العلاقة في الأمن والعقار ومصلحة الأراضي. وفي الوادي أيضا، تفقد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري تفقد سير العمل في مصلحة الهجرة والجوازات والأحوال المدنية بوادي حضرموت بعد استئناف عملها في تقديم الجوازات والبطاقات الشخصية للمواطنين بعد توقف خلال الفترة الماضية بسبب الأوضاع العامة في البلاد. الكثير شدد على سرعة تخليص إجراءات معاملات المواطنين وعدم السماح بأي عملية ابتزاز أو سمسرة ضد المواطنين المعاملين وتقديم كل العون لهم لإنجاز معاملاتهم. ووجه الوكيل خلال تفقده سير العمل في فرعي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية بوادي حضرموت سرعة الفصل الكامل بين مكاتب معاملات الرجال والنساء لتوفير الأجواء المناسبة والخصوصية للنساء لاستخراج البطاقة وجواز السفر. رافقه في هذه الزيارة قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس، ومدير عام الأمن بوادي حضرموت العميد علي سعيد العامري، ووكيل نيابة استئناف وادي حضرموت القاضي علي صابر. دشنت مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل فرع وادي حضرموت حملة نحبكم الثالثة لدعم مرضى السرطان بوادي حضرموت، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للسرطان الذي يوافق 4 فبراير، واليوم العالمي لسرطان الطفل الذي يوافق 15 من نفس الشهر من كل عام. الاحتفال الذي أقيم بسيئون عبر فيه وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، عبر عن شكره للداعمين لمركز السرطان ومركز اليسر لمعالجة المصابين بالفشل الكلوي وكافة مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم دعمها السخي للمرافق الصحية للعلاج المجاني للمصابين بهذه الأمراض الخطيرة.
متمنيا مساهمة كافة ذوي الاختصاص لزيادة نشر الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية والاكتشاف المبكر للحالات المصابة. من جانبه أوضح رئيس مؤسسة مكافحة السرطان فرع وادي حضرموت الشيخ صالح باجرش أن أرقام المصابين بهذا المرض في وادي حضرموت في تصاعد مستمر، حيث بلغ عدد الحالات الجديدة خلال هذا العام 130 حالة. وناشد رئيس المؤسسة السلطة المحلية بإنشاء مراكز متخصصة للبحوث والدراسات لمعرفة أسباب الإصابات المتزايدة بالسرطان على مستوى مديريات الوادي والصحراء ومرضى القلب والفشل الكلوي، للقيام بوضع البرامج والخطط التي تسهم في نشر الوعي الصحي في أوساط المواطنين. وجرى في ختام الحفل تكريم المتطوعات من رابطتي سند وبسمة طفل والأفراد والجهات المساندة لخدمة مرضى السرطان. هذا في الوادي. أما في الساحل فقد دشنت في مدينة المكلا حملة الرش الضبابي لمكافحة البعوض الناقل لحمى الظنك والحميات الفيروسية. وينفذ المشروع الذي تموله السلطة المحلية بحضرموت ومؤسسة العون للتنمية البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا محور حضرموت وشبوة والمهرة. وتشمل هذه الحملة الاستباقية مديريات ساحل حضرموت وتمتد حتى 3 مارس القادم. حضر التدشين وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية محمد العمودي ومدير عام مديرية المكلا الدكتور عبد الباقي الحوثري ومدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور ياسر باهشم ومدير البرنامج بمؤسسة العون للتنمية محمد الصبان. نظم منتدى طلاب شبوة التنموي والصحي في مدينة المكلا حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب كلية الطب جامعة حضرموت من أبناء محافظة شبوة. الحفل الذي نظمه المنتدى حضره وكيل محافظة شبوة ناصر القميشي وعميد كلية الطب الدكتور علي محمد باطرفي ونائب العميد الدكتور عبد القادر بايزيد وعدد من الشخصيات الأكاديمية وطلاب المعاهد والجامعات بحضرموت. وكيل محافظة شبوة ناصر القميشي أكد أهمية الاحتفاء بالمناسبة خصوصا في ظل الحاجة الملحة للخريجين لخدمة محافظتهم خصوصا في مجال الطب، مشيرا إلى الجهود التي بذلتها السلطات المحلية في المحافظة لاعتماد 120 مقعدا دراسيا لخريجي المحافظة بجامعة حضرموت. من جانبه عبر عميد كلية الطب الدكتور علي باطرفي عبر عن سعادته لتخريج هذه الكوكبة من أبناء محافظة شبوة وتحت الشعار بالعلم نحقق المستحيل الذي يعكس حاجة المجتمع إلى نبذ كل الشعارات الهدامة والتسلح بالعلم والمعرفة لتحقيق الأمان والطموحات. بدوره دعا عبد الله بنجوى رئيس صندوق دعم الطالب الجامعي في كلمته دعا السلطات المحلية بشبوة إلى تلافي القصور في دعمها لطلاب الجامعات والتخفيف من معاناة الطلاب التي يلاقونها خلال دراستهم في تلك الجامعات، مؤكدا أن دعم السلطات لطلاب الجامعات سيسهم في رفد المحافظة بالكوادر المؤهلة خصوصا في مجال الطب للتخفيف من معاناة المرضى وتنقلاتهم بين المحافظات. رئيس منتدى طلاب شبوة الصحي والتنموي مهدي بافجيش والطالب هاني العولقي أكدا أن تأسيس وإشهار منتدى طلاب شبوة الصحي والتنموي في مدينة المكلا جاء كحاجة ملحة لمساعدة الدارسين بكليات الجامعة وإرشادهم خصوصا خلال المراحل الأولى من الدراسة. وجرى في ختام الاحتفال تكريم الخريجين والمؤسسات والشخصيات الداعمة والمساهمة في دعم الحفل ومنتدى طلاب شبوة الصحي والتنموي. نتمنى لأبنائنا الطلاب من محافظة شبوة كل التوفيق والنجاح في حياتهم العملية إن شاء الله، وأن يكونوا رافداً للقطاع الصحي بالمحافظة، كما نتمنى التوفيق والنجاح للطلاب الذين لا زالوا لم يكملوا مشوارهم التعليمي. احنا في السلطة المحلية في المحافظة سنسعى وسنبذل قصارى جهدنا لتدريب الصعاب لهؤلاء الكوكبة من أبناء شبوة، ونحن نعول عليهم إنهم يقضوا كل ما حصلوا عليه من معارف وعلوم على الواقع،
وشبوة بحاجتهم. شعور الصراحة لا يوصف، وأحب أوجه الشكر للقائمين على منتدى طلاب شبوة الطبي التنموي على ما قاموا به مجهود جبارة في إنجاح هذا الحفل الأول خريجي طلاب شبوة في جامعة حضرموت. بحث لقاء عقد بمديرية أرياف المكلا سير العمل في العملية التربوية والتعليمية في مدارس أرياف المكلا والصعوبات التي تعترضها، وسير تطوير الأداء وتحسين مخرجات التعليم بالمديرية وتسهيل مواصلة التعليم الثانوي. جرى ذلك خلال زيارة مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت جمال سالم عبدون لإدارة التربية بمديرية أرياف المكلا بحضور الأخوين أحمد بهبري مدير عام المديرية ومدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية محمد سالم العكبري ورؤساء الأقسام بالمديرية. عبدون أكد أن مديرية أرياف المكلا تحظى باهتمام كبير، ويسعى مكتب الوزارة لتطوير الأداء التربوي والتعليمي بالمديرية وتفعيل التوجيه الفني فيها بعد إنشاء المنطقة التوجيهية بالمديرية، وأكد استعداد مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لفتح مجمع مسائي للبنين والبنات في أرياف المكلا لمواصلة المنقطعين والمنقطعات لسنوات طويلة عن التحصيل العلمي في سياق التوجه الجاد لاستمرار تعليم الفتاة بالمديرية. وقع بمقر مؤسسة العون للتنمية بمدينة المكلا على اتفاقيتين لدعم وتشغيل مستشفى الهجرين التعاوني بمديرية دوعن وتدريب وتأهيل معلمات جمعيات ومراكز التوحد بالمكلا. وتنص اتفاقية مشروع دعم وتشغيل مستشفى الهجرين التعاوني بمديرية دوعن على توفير الميزانية التشغيلية المطلوبة لعمل المستشفى وبعض الأنشطة التطويرية والخدمات الصحية التي يقدمها في تخصصات الباطني والجراحة العامة والأطفال والنساء والولادة والأسنان. كما تهدف الاتفاقية البالغ كلفتها 90 مليون ريال إلى تقديم خدمات طبية وعلاجية لأبناء مدينة الهجرين التاريخية وضواحيها، وتشمل توفير الخدمات والرعاية الصحية الأولية والتخصصات الأساسية ونشر التوعية والثقافة الصحية بين أفراد المجتمع وتحسين البيئة الداخلية للمستشفى. فيما تنص الاتفاقية الثانية على تدريب وتأهيل معلمات جمعيات ومراكز التوحد والدوام بحضرموت بكلفة 38 مليون ريال، ويتضمن المشروع تنفيذ عدة دورات ومحاضرات لطلاب الخدمة الاجتماعية ورياض الأطفال، وبرنامج يتضمن دورات خاصة بأمهات الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. وقع الاتفاقيتان المدير التنفيذي لمؤسسة العون للتنمية عبد الله عبد القادر بن عثمان والمؤسسة الطيبة للتنمية صالح عمر بن نعمة مشرف مكتبي طيبة بحضرموت وعدن، وعن جمعية حضرموت للتوحد رئيس الجمعية عبد الله سعيد باصمد. هذه الاتفاقية تشمل تقديم برامج وخدمات لكل جمعيات التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة في إعداد برامج وفي تطوير أيضا برامج موجودة لديهم، وكذلك في إعداد وتدريب المعلمات والكادر الموجود في هذه الجمعيات لما لهذه الجمعيات من أهمية ولما لها أيضا من مكانة في تلبية احتياجات المجتمع وهذه الشريحة. كما تم اليوم توقيع اتفاقية مع الأخوة في مؤسسة طيبة للتنمية في تطوير مستشفى الهجرين والإشراف عليها. رياضيا، أحرز فريق الهلال من مديرية قيل با وزير بطولة دوري شهداء قوات النخبة الحضرمية لكرة الطائرة التي أقيمت برعاية محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك وقائد المنطقة العسكرية الثانية، ونفذتها مبادرة بصمة شباب، حيث فاز الهلال في المباراة النهائية التي أقيمت بملعب تمارين نادي شعب حضرموت على نظيره فريق أقزام المساكن من المكلا بثلاثة أشواط نظيفة. المباراة شهدت حضور شخصيات رياضية وعسكرية وجماهير رياضية اكتظ بهم الملعب وسط أهازيج وإيقاعات ونقم الجماهير، وجرى عقب المباراة تكريم الأندية والفرق المشاركة والحكام ورئيس لجنة الدوري والمنظمين الذين ساهموا في إنجاح الدوري، فيما حاز اللاعب عزة سلمان جوهر على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وتوج الهلال بطلا والأقزام وصيفا للدوري. حضر المباراة وكيل المحافظة للشؤون الفنية محمد العمودي ورئيس شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الثانية العقيد ياسر خير الله عمر، وأركان الشرطة العسكرية العقيد عبد الله باي عشود،
ومدير عام مديرية غيلبة وزير محمد عوض بامطرف. وبهذا الخبر الرياضي نكون مشاهدين قد وصلنا إلى ختام الأخبار، وهاكم تذكيرا بأبرز ما ورد فيها. اجتماع بسيئون لمناقشة الإجراءات الكفيلة بإنهاء مشاكل الأراضي وإزالة المباني العشوائية. الاحتفاء بتخريج الدفعة الأولى من طلاب شبوة من كلية الطب جامعة حضرموت. بحث سير عملية الدراسة بمدارس مديرية ألياف المكلا وتسهيل مواصلة التعليم الثانوي. التوقيع على اتفاقيتين لدعم مستشفى الهجرين وتدريب معلمات التوحد بتمويل من مؤسسة العون للتنمية. هلال القيل بطل لدور شهداء قوات النخبة الحضرمية لكرة الطائرة وفريق الأقزام وصيفا. شكرا لكرمي وطيب المتابعة، وفي أمان الله.